درسنا اليوم هو يتكلم عن دادا رباب، يتكلم عن دادا رباب. دادا رباب، دادا اللي هو طفل صغير، رباب اسم ابنية، رباب اللي هو اسم ابنية. نمير نامة، نمير نامة، نمير شبيه نامة، نمير اسم ولد، نمير شنو؟ اسم ولد. نمير اسم ولد. بدري ما نامه، بدري قاعد، هم ايضا اسم ولد ما نامه. هاي الصوره درينا انه نمير نامه وبدري ما نامه. وهاي الصوره درينا من نشوفها نكتب يمها او من يعطينا فراغ او نوصل نكتب دادا رباب. يوسف زياد مو وياي. دادا نور، دادا ريم. نقاط القول. شوفوا هاي بالنص نسميها الفاصل، يعني اذا نريد نحكي عن عدد اكثر من واحد. دادا نور، نور اسم ابنية، وريم شنو؟ ريم اسم ابنية. نقاط القول راح يجي وراء كلام. نبني دارة بان، نبني دارة بان. هنا قاعد يبنون البيت، دار يعني بيت واحد، يبنون يبنون بيت بان. هاي الشخصيات اللي عندنا بالموضوع، انتبهوا وياي. دقا دا دقا دا 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 ريبا ربا ريبا بئر باب ريبا ربا ريبا بئر باب ريبا ربا ريبا بئر باب. حطيت له فتحة الصار
وريم وبار، نور وريم وبار ورباب. كم واحدة عندنا؟ أربعة. كم واحدة؟ أربعة. شوفوا كم واحد عندنا اسم ولد، نمير وبدري، نمير وبدري. هاي الشخصيات الموضوع. تعالوا نشكم القصة مال الموضوع. شوف منو قاعد يبني؟ البناء هو اللي يبني، راح ناخذه بالدروس القادمه ان شاء الله. منو قاعد يبني؟ البناء هو اللي يبني دار. منو؟ دار بان. منو قاعد يبني دار بان؟ نبني دار بان. صفوا نفسكم يا حلوين.